مادة 59 لا ابن العيد عصر ايه انت اللي ذكرت لي تجيك مادة 59 وفي اخوة كتير يعني عم بيطلبوا هذا بيطلب مني اني اعطي نبذة عن سيدنا الخضر عليه السلام وهذا بيعطينا من الشر يعني هنا كلياته معنا اقل من ساعة بالاسبوع شو بدنا ندرسكم لندرسكم شو بدنا نذكر لكم جماعة عم يطلبوا تساوي درسين بالاسبوع درسين بالاسبوع؟ ايه خصوصي ما في اي والله شيخ بكره على رمضان ان شاء الله الا ما نعمل درس ثاني بعد العصر لانه هذا الدرس بيتحول لبعد العصر اي نعم عود ان شاء الله بنحكي عن سيدنا الخضر بنحكي عن سيدنا سعد بن معاذ اي نعم اللي سالتني عنه بنحكي ايش ان شاء الله باذن الله اي نعم اذا ما عشقت تكون من حظنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم مادة 59 لا يجوز الوكيل بالنكاح أن يوكل غيره ذكرنا بالدرس السابق إنه إيه نعم مين بيوكل بس اللي بالعبادات بس أنا المكان الشيخ حسان مثلا عنده بينزع مع الفقه الإسلامي أنا سد محله بجامع الحاجبية فأحيانا مثلا يجي شيخ على الجامع مثلا معروف خطيب جمعة مدير مدرسة شرعية يعني له الكرامة فأنا أدبا مثلا أرجع للشيخ مشان إيه الشيخ يقدم يصلي فينا إمام ولا إذا ما بيصح ما بقدمه أما بالنسبة للبيوع واحد قال لي والله بدك تجيب لي مثلا ماكينة كبة إيه مش أنا بوصي الشيخ صار يا أخي أنت رايح تجيب له ما بيحق لي الوكيل ما بيوكيل واحد إيه نعم قال لي إنه زوجني إيه نعم بنت حلال كذا أنت معرفتك هي قلنا له إيه نعم يا أخي هون أنت زلمة إيه نعم بيجيك أشكال ألوان بالمحافظة شوف لك هيك بنت حلال كذا ما بيحق لي فالوكيل بالبيوع بالزواج بكذا ما بيوكل غيره في العبادات بيوكل نعم لا يجوز للوكيل بالنكاح ان يوكل غيره بلا اذن موكله اما اي نعم ايش بالنسبه لي اخي اذنت لك توكل يعني اذا لقيت انسان مثلا كفو انت مالك فاضي ما في مشكله ها صار في معي اذن ما في مشكله او موكلته ايضا المراه اي نعم الله يسلمك المرأة قالت لي أنت نعم وكلتك أنه أنت تشوف لي ابن حلال ما في مشكلة أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه أخي أنت مفوض يعني بتلاقي مناسب اشتغلوا خلص هي معناتها وكالة مثل وكالة العامة أي نعم لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج كتبنا كتاب أنا وكيل الزوجة صار له شهر شهرين ثلاثة بعدين قال لي أخي بدي زوجتي أنا ما لي علاقة سلمك الزوجة أنا بس وكيلها بتزويجها أما هي بدها تجي لعندك ما بدها تجي لعندك هذا الأمر بيخصها إلها أنا ما بالنسبة لي هذا الأمر ما بيخصني فلا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمهرها قالت لي أنت كتبت لي كتاب على أساس 500,000 متقدم و 500,000 متأخر وين متقدم؟ أنا مو شغلي هذا أنا شغلي بس كتبت لك كتاب أما أنت وياه المهر انتوا بقى ايش عند القاضي تزني عند قاضي الشرع انت وياه بتتحاكموا على المهر انا هاي الشغله ما دخلني فيها الا اذا ضمنه لها عندي يا سلام اي كلمه عندي لحالها بلا على حلوه احد مشايخنا كتب مره على اللوح احذر من الشوك شين والواو والكاف شوك شين شراكه لا تشارك حدا له شريك له معلم ويقول الله سبحانه وتعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبا كان مرة واحد له شريك فكان يلاحظ أن النمل عم يجيب من برا حب القمح على القلب المستودع تبعهم كان لما يجوا ابنه وابن شريكه يجيب بيضتين مسلوقين يحطهم على الميزان البيضة الثقيلة يعطيها لابن شريكه البيضة الخفيفة لابنه بعدين قال مع الأيام قال شو علاهم الزمان والطاني صار يأخذ البيضة الثقيلة لابنه والبيضة الخفيفة لابن شريكه صار يلاحظ انه النمل صار يحمل من جوا من عنده من المستودعات يحمل القمح يكبه برا. اي نعم. لما بتطير البركه بس يكون اي نعم بين بعضهم ما في امانه بتروح البركه بيناتهم. فشريك لا تشارك حدا. شين شراكه. واو وكاله لا توكل لحدا. واحد رايح مثلا مسافر رايح على لبنان اي نعم سفره هيك شميت هواء. ناله اخي الله يكرمك جيب لي معك مطحنه بن.
جاب لي مطحنة بن بعد 3 سنين خربت. لقى ما درت بالك عليه. لك 3 سنين وكل شيء له عمر افتراضي ما بتخلص منه. وكمان لما بكون وكيل ايش بالزواج بس يتخانقوا الزوج بيسب ايش يلي وكل يلي اذن يلي كتب الكتاب يلي شهدوا يلي قال لهم مبارك ما عملتوا بيسبهم كلهم هو قاعد. شو بدي بهالشغله؟ حتى اليوم الناس بيقول بين بعض البعض فوت بجنازه لا تفوت بجوازه. ما في امراه الا ما تعمل له مشكله لزوجها يعني بدها تخلوا. حتى النبي عليه الصلاه والسلام راح قعد شهر في ايش في المسجد، ترك نسائه قعد شهر في المسجد. هو نبي عليه الصلاه والسلام ونسائه صحابيات من اكبر الصحابيات. ايش وانا متزوج سيدي عائشه لما السيده حفصه؟ اي نعم انا زوجتي امراه من هالناس هذوليلي. اي نعم تعمل لي مشكله على الطالع والفوتي على الروح او الجاي. وانا الثاني خلقي ضيق كمان. اي نعم خاي فروحي براس من اخيري صاري. يعني بيوتنا من اي بيت مخربص خربصه. اي نعم ناس بيظنوا انه مثلا شيخ. يا اخي شيخ شو يعني شيخ؟ عرب لي يا شو يعني شيخ؟ يعني مثلنا مثل غيرنا. اي نعم فبالنسبه له. اي نعم اذا ضمن كمان. اي نعم الشوك الشين والواو والكاف. كاف كفالي لا تكفل حدا بس تكفل رجل كفيل الحطاط. مره اجاني عنا طالب كان بالجامع بده يشتري غرفه نوم فقال لي شيخ تكفلني؟ قلت له لا. شيخنا قال انه ما نكفل حدا بس بزكيك عند الرجل. قال لي ماشي. رحت والله عند صاحب الوكاله قال له ما بكفله بس بيدرس عنا بالجامع بتحب تعطيه اعطيه بس انا مو كفيل. قال لي خلاص اعطيته طالما بيدرس بالجامع اعطيته. دفع له يمكن شهرين وهرب ما عاد دفع. اخذ غرفه نوم وهرب. هذا لانه بيدرس بالجامع. قصدك لما هو بيدرس بالجامع يمكن كان دفع بس. اي نعم اصبح يعني لا يغرك انه قاعد بالجامع، لا يغرك اللي لابس لفه، ولا يغرك اللي لابس اي نعم طاقيه بيضاء. بدي عمله شو هو؟ اي نعم لا ترضى قول امرئ حتى ترضى فعله. ما بدنا الناس تغشنا اي نعم بلحاها او يغشونا بعمائمهم او يغشونا. يعني انا سمعان وانتم سمعانين عن بلاوي زرقاء صايره مع الناس. حتى اي نعم اللجان اللي بتجمع بالجامع مشان بناء جامع بتلاقي اي نعم بصير سرقات وبصير شغلات وبصير. استلمت جامع انا اي نعم فت عليه قبل ما استلم فيه كان خطيب جمعه فعم يلموا مصاري عاملين سجاده الصلاه. حطوا 500 والالفات لحالهم على جنب وال 200 وال 150 لحالهم. اجى خطيب الجمعه شوي 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 اخذ الالفات حطهم بجيبتهم وعنتر ما بيطلعوا من جيبتهم. ورقدوا وراوي يمين وشمال يمين وشمال طلع من الجامع حمل حاله ومشي. طيب يعني هلا التهمه لمين اجيت؟ مو سبت الناس المشايخ، مو سبت الناس نعم. هلا ميت انت على ما تاخذ كم الف ليره مو لك هذول المجامع وقف. يقال في بعض الكتب انه سيدنا سليمان عليه السلام غضب على احد اتباعه فقال له والله يا بترجع للحق يا ما ببعث طير من الطيور بيروح على اي نعم ارض الوقف بيغبر جناحه وبيجي بينفذ جناحه بارضك. تراب الوقف بنحطه بارضك ما بتوفى بحياتك. الوقف ما في لعبه. فاي نعم بتلاقي حاطه قاموا واخذوا اي نعم. مره انا بجامع اي نعم اجت اللجنه تبع الجامع مرحبا شيخ الوالي. قال والله عندك الامام اخذ مصاري اي نعم من المصاري وراح اعطى لابن المؤذن ابن خادم الجامع. جينا نعم شلون طيب تسمحوا ياخذ؟ قال الجامع شو بدنا جامعنا؟ هي المصاري الكون نحن بدنا وصولات بالمصاري. جينا لعند تا اخي شلون تاخذ؟ قال يعني فقير اعطيه من بيتك مو تعطيه من الجامع. بعدين نحن مثلا بزيد 300 ليره اعطونا وصل 300 والله ما في شيخ معنا الا كلها توصولات 500. طيب هي 200 فوق منهم من جيبتي صاروا 500 اعطيني وصل 500. 300 ليره وين بده يروحوا هذول؟ بيجوا بيقولوا لنا اخي اي نعم بده اجار طريق ما بتاخذ مصاري جامع اجار طريق. بده يتغدى ما بده حدا من الجامع حدا يغطي لنا يا شباب 1000 واحد بيغدي. اما تاخذ 500 ليره 1000 ليره تروح تغدى فيها مصاري جامع ما في. بعثوا لي خبر مره من الاوقاف في اثناء كنت بالمحافظه قال شيخ اعطيه اجار طريق قلت ما بعطيه. ما بعطيه. هنا ما بعطيه شو يعني؟ بدكم تعطوه اعطوه بدكم من قله للناس اخي حدا ممكن يتبرع لهم اجار الطريق لازم يتبرعوا له. اما تاخذ مصاري الجامع ما في. فلذلك يعني هلا مثلا
يعني انت عم تطلع مثلا انت مصلي، ناس بيتعاملوا معك على اساس انك صاحب دين، فبتلاقي مثلا صاحب الدين هذا اللي مش جامع يعني غشاش او انه اي نعم كذاب او شو بنقول العالم عجبه. شفته؟ شفت صاحب الدين شو عمل؟ شفت صاحب الدين شو طلع منه؟ فلذلك انت على ثغر من ثغور المسلمين. فكاف كفالي كانه صوره معتمده. لا انا منوصل شو اسمه مشان الشحن. فلذلك نعم دوشي انا معتم خلقه. فشو نعم سبحان الله بيقولوا الكفيل حطاط. لا تكفل حدا. ايش بيقول لك ما بتكفلني؟ لا ما بكفلها. ما بدي ازعل. ما بكفلها. فهون اذا كان ضمنه قال اخي عندي خلاص سالت عندي تصطفي. كان عندنا بالحي نعم في شابين تخانقوا مع بعضهم اوصى عليه لرفيقه وقتلوا رفيقه. اسعفوا اخذوا على المستشفى اسعفوا. فوتوا لقلب المستشفى قام مات وهو راكب فيه بالتذكره. قام دور بالتذكره وبده يطلعوا المستشفى يهرب مشان ايش ما ينكمش. دقوا فيه على الباب الزلمه تاري نعم عم يختلج مات الزلمه. ففدنا بصلحه بيناتهم نعم. هلا هذول طلبوا ديه 600,000 هذول دفعوا ديه 400,000. القصه صار لها شيء 25 سنه. كان 600,000 منيحه. اي والله. بقى انا اخذ معي شيخ خطيب جمعه لابس عمامه وجبه. فت انا وياه اي نعم لعند المحامي قاعدين عنده. فشيخنا يعني صار ايش اختلفوا هلا هذول بدهم 600 هذول دفعوا 400. قام شيخنا شو قال؟ قال اخي عندي 500 منيح. قال له شيخنا الله يرضى عليك كلمه عندي معناتها 100,000 اذا هذول ما رضوا يدفعوها بدك تحطها من جيبتك. قال لي ما دخلت انا. قلت له لا تقول عندي. ايوه بس تقول عندي بدك تدفع. قال لا اخي انتم انزلوا 100 وتطلعوا 100 بتلتقوا عند 500,000. قالوا هيك الحكي. اما تقول عندي شو بدك هذول قالوا الاربعه قالوا 600 اخي قبلنا. بعدين قالوا لا ما قبلنا. طيب هذول وين صفى حقهم بدون 500 هذول؟ انت قلت عندي بدك تدفع. فيوم واحد بدي اقول عندي او انا كفيل. واذا قلت انا بكفله الا صاحب الوكاله له الخيار اما بيرجع اللي اخذ منه المصائل الاغراض او بيرجع على الكفيل. اذا انا لا سمح الله كفلت الزلمه او ما يقدر. يعني والزلمه هذا صاحب الوكاله. هلا صاحب الوكاله له الخيار يا بيرجع على هالزلمه بيقول له اعطيني هاد كل شهر مثلا 20,000 ليره او بيرجع لي انا بدق بابي انت الكفيل. بيقول له روح عند الزلمه. لا انا حر بطلب من الكفيل او بطلب ايش من اللي اخذ الاغراض. فبس تقول انا ضمنان خلص معناتها انت بدك تحط. ما بتسمع اليوم الا عندي تروح لعنده يعني كلمه تنقال شبنا شيخ يعني شو ما فينا كلمه عندي ما في كلمه تنقال مسؤول عن كلامك انت بتقول عندي مسؤول عنه. لا والله هلا احيانا بتلاقي الناس مثلا ولد عم يضرب زوجته مثلا فبفوتوا الكبار صلح بيناتهم اخي عندي ما عاد يمد ايده عليها. منين عندي؟ انت شو لك علاقه؟ ليش فينا نكفل اولادنا فينا نكفلهم هلا؟ اللي هو ابنك فيك تقول انا بضمنه ما يقعد يمد ايده عليها يضربها؟ ما فيك تضمنه. ما حدا بيضمن حدا. ابني على عيني وراسي ابنك، بس شو بيعرفك شو بيتصرف ابنك هنا؟ فسبحان الله يعني هلا اولادنا صاروا زلم. يعني ابني هلا بتركيا ذاك اليوم قالوا لي اي نعم اولاد خاله طلعوا على المانيا. فاجى عم يقول هو الثاني اي نعم قال لي يابا يعني والله فكر اطلع على المانيا. قلت له يعني استشيرني يابا انا بدك تطلع. اذا عم تستشيرني اطلع على الاقل انت في بلد فيها جوامع. اذا بتطلع على هنيك لا تسمع الله اكبر لا تسمع اي نعم اذان ولا تسمع خطبه جمعه. فاذا عم تستشيرني. اما اذا بتشتغل شغلك ليش تستشيرني؟ اجوا الناس قل له شو بدي قل له صار زلمه عمره 33 34 سنه واخوه عمره 37 سنه زلم. اي نعم لاعب ابنك سبعا الولد الصغير بتلاعبه 7 سنين وادبه سبعا بصير عمره 14 بتادبه ما بصير بتعمل ما بصير هي لحد الشاب 14 وراقبه سبعا من ال 14 لل 21 بتراقبه هيك. اي نعم غلط هيك صح. بعد 21 اتركه يفعل ما يشاء صار زلمه خلاص. اي نعم طلع من طوعنا طلع عن شوري. اي نعم هلا شو بده بيشتغل؟
بعد 21 سنة شو صفى بقى؟ أما تتركه هيك أي نعم فلات وبعدين تقول ما بيطيعني، أنت ضيعته. جتني مرة امرأة لابسة منديل وجلباب وكفوف وبنتها بلا غطاء وعلى الموضة، قالت لي شيخ ما بتسمع كلامي. من بدها تسمع كلامي؟ تركتيها من صغرها لا صلاة ولا نصيحة ولا دين ولا كبرت، من بدها تسمع كلامي؟ ما بتسمع كلامي. لو من صغرها أرشدتيها فهمتيها أخذتك قدوة إلها كانت بتستفيد منك هالبنت. إذا ما بيضمن المهر إلا إذا ضمنه لها. قالت وين النادل اللي عندي؟ خلاص عندك بدك تدفع، لا يطالب إن فإن ضمنه وجب عليه أداؤه. قال عندي بده يدفعه، وليس له الرجوع به على الزوج على أحلى كمان. إذا ضمنه قال عندي المهر، ما بيحق لك تدعي على الزوج الزوج أعطيني المهر، ما أنت قلت عندي. إجا أنا الزوج مثلا قال أخي 500,000 شو لك علاقة؟ قال أنا ضمنت، أنت مين ليش لا تضمن أنت؟ أنت شو دخلك؟ ضمنت روح ادفع المهر. فبده ينتبه الإنسان كلمة بده يضمن، لا يضمن الواحد. وليس له الرجوع به على الزوج إلا إذا كان الضمان بإذنه. أخي اكفلني عندهم. اي نعم. هلا معناتها الامر اختلف. اي نعم. قال لهم عندي انا، بس انا اعطيه الاذن انه يكفلني. تمام. صارت مثل الدين تقريبا. نعم. يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله بموافقته لما امره به. قلت له اخي اخطب لي بنت يكون طولها اي نعم 180 سنتي. يدخلها بكرة سلة. اي نعم. وزنه ما يتجاوز 65 نعم مثلا 50-55 كيلو. بدي اجيب ستيك يعني اذا كان جبت خاتم حطيته من فوق بينزلت ما في كرش وشي لقدام وشي لورا وكذا. نعم لانه نسواننا هلا تلاقي بياخذها الواحد هيك نحيفه بس تكبر تصير مثل الطراحه المخرجه. شلون الطراحه نعم بتلاقي بيروح الخيطان تبعاتها هيك صارت لقدام ولورا، ولما تقوم على الاربعه وتفزي طلع عليها الواحد ولي على امتي ايه. يعني سبحان الله بتلاقي المراه وهي صغيره شلون القطط الصغار، قطه صغيره بتلعب بالخيط ايه نعم تحرك لها هيك اصبعتها بتلاقيها عم تنط بتسليك كذا، بس تكبر القطه لا عدد الخيط طلع فيك ايه حرك اصبعتك يعني عم تشاور على لفهجك شي هبجي ايه نعم ما بتلعب ولا ما نعم تتحرك ولا بقى شيء. وهذول هيك كمان. فلذلك نعم اذا قلنا له جيب لنا يعني عروس هيك صفاتها هيك وزنها هيك، اذا خالف ما مالي ملتزم انا. مثل ما بقول له بده يشتغل. اي نعم. فبدي عيونها ملونه بدي اجيبها عيونها ملونه، بدي اياها كذا بدي اجيبها اي نعم. لكن اليوم سبحان الله بتلاقي يعني رغم قلة الشباب ورغم كثر البنات ومع ذلك بتلاقي مو مسمين بالرحمه. بيجي الواحد بيخطب ايه نعم بتلاقي بدها بيت وبدها ثلاث مفاتيح، مفتاح بيت ومفتاح محل ومفتاح سياره. ايه نعم. وتلاقي وبدها الزلمه اذا امه ميته بيكون احسن. ايه نعم مشان ما يكون لها حمايه وبدها وطلباتها وكذا. ايه نعم. لك طيب يعني يسروا لك مشوا اموركم، لك الشباب ايه نعم بالنسبه لها بدها تستر حالها، الشباب بنات بدها تستر حالها، ما حدا داير على الستره الا ما رحم ربك. استاذ سؤال اذا سمحت. اللي يا سيدي. واحد اخذ لنا غرض لسلطه بالمسجد. ايه. واخذ اجاره شغل. اخذ اجاره ياخذ اجاره، ليش مين قال لك انه يشتغل بدون اجره؟ لك مهم بعثنا الغرض مع انسان. ايه. هذا الانسان اذا اخذ اجاره شغل. اه كوسيط يعني. لا هي ما بصح. وسيط ما في. اما انه ياخذ اجار، هلا انا مره جبت اي نعم دهن لنا الجامع فسالنا برا شو بتكلف؟ اعطيناه شو بده يشتغل بجامع يشتغل ببلاش؟ لا ما بدنا حدا يشتغل ببلاش. بس هيك غلط طلع من المسجد اخذ اجار من مثلا ايه اخذ اجارته ودايته معه سياره يعني اخذ اجارته يعني هو الحر انه ياخذ اجارته ودايته لانه مثلهم كاي غرض اخر. بس اما يعني الاولى انه يعني ما ياخذها لان انا كنت جيب للجامع. لا ما ياخذ اسواق من كلفه. انا قصدي النقل يكون عليه كلفه هلا اذا في كلفه رقم اجار بنزين وبيع اطفاءات رقم بده يدفع.
مرة اشتغلت بعمارة جامع، فجينا لعند رجل قلنا له أخي بدنا بواري مي وبدنا خزان مي 10 براميل وبدنا، أعطاني خير الله أعطاني صناديق هيك بنانك لا تسكورة وحنفيات اي والله. قال لي شو بزيد ترجع لي؟ ما له شو حقهم؟ قال لي مو لبيت الله كلهم، انت ليش دخل بيني وبين رب العالمين؟ خذوا اخذتهم، بس اخذت سكر لبيتنا. نعم عمي في سكر لبيتنا؟ قال لي هلا الدولاد حقه، دفعت حقه. ما تبقى ما دفعنا حقه كلياته. واللي كانوا يشتغلوا بالجامع التمديدات الصحيه يشتغلوا لفوق يرفعوا السلوم يدخنوا على ظهر الجامع. وانا تحت نطويت وعيط وكذا ويطالعوا السلوم مشان ما اطلع لعندهم لفوق. واشتغلوا ببلاش يعني وشغل مضبوط، بس عم يدخن بالجامع ما بيردوا علي. واشتغلوا وخلصوا شغلهم اي نعم. والجامع سبحان الله صار احلى ما يكون، وانمد وصار في خطبه جمعه وصار كذا. بس هلا كثير شغلات بس اخذ للجامع لان هلا مستلمه. فشو سبحان الله برونا عنده بقول له هذا الغرض لبيتي، هذا للجامع. الجامع اي نعم يعني يا ريت بيعني اياه برأس ماله. اما غرض بيتي انا وياه بتبازر عليه. بقول له لا قد منيح لا مو منيح لا غشيتني لا كذا. اما غرض الجامع مره كنت بس بالمناخليه فبدي اخذ نحط فوق نسقف على ظهر الجامع اترنيت هذا اسمه اي نعم الملون. فاجيت قلنا له بدنا اترنيت للجامع الله يكرمه. ما بدي تسامحني معي مصاري بس يعني كرمني شوي للجامع. قال شيخ فيني جاوبه؟ قلت له جاوبني. قال ليش الله سبحانه وتعالى ما بامكانه يعمر بيته بدون ما يبعثك مشان انك اي نعم تلقي اخي؟ قلت له بلى امكانه الله سبحانه وتعالى يعمر بيته، بس بده امثالك هيك الناس الشحيحين البخلة اي نعم يحطوا ببيت الله يحطوا بالجامع تجيك هم انت واجى لعندك. عملت علي رحت ليش غيره؟ ما بدنا تسامحونا، اعطينا جوامع مرزوقه الجوامع. اي انسان هون الجامع مثلا تقول له للناس بدنا كذا بدنا مرة الأوقاف أعطونا إي نعم هيك دستة إي نعم الله بس الوصولات، وقال بدنا الوصولات لا إي نعم ما تنصرف عنكم، وزعوا على الجوامع كلها وصولات بإسنا. فأنا على المنبر إخواننا الأوقاف بدها حق وصولات هذول. نزلت ولا واحد قال لي شيخ وقف لا تأخذ من حدا ولا فرنك، قديش الوصولات لأبعث ابني يجيب المصاري بيجي. الجوامع مرزوقة الناس إي نعم تدفع، وخاصة لما بيعرفوا إنه لجنة الجامع في صدق. لا الناس نعم اما اذا بيعرفوا انه في ايه حط كذا ما بعرف. نرجع ايش للشيء اللي كنا فيه. نعم. ف ونفوذ على من وكله ايش؟ موافقته لما امره به، مثل ما بقول له بدي اهل بنت بده ايش يجيب لي اياها. فان خالف 180 سم بطولها جاب لي اياها قصير وياسمينه مثل انيه الغاز هلا قال له شو هي؟ انا من رعيت فيها. خذها منيحة بنت حلال وآدمية هي ما بمشي. طيب اللي كتبنا كتاب الكتاب ما ينفذ عليه لأنه خالف الشيء اللي ايش؟ شارطته فيه للوكيل إلا إذا أجازه. يعني ما معلش يتيمة وبنت حلال وشغيلة وكذا وهي ونظايفين تكلنا على الله. يلا شيل شيل تعتبر الكفاءة من جانب الزوج. يعني إذا كان مثلاً الزوج تاجر بناء والزوجة أبوها مثلاً على باب الله، أبوها عتال، أبوها كندرجي، أبوها سكافي، أبوها من المصالح تبعنا إيه نعم المصالح ده ما في مشكلة. ليش؟ لأنه الزوج إذا هو طبقته العالية بيرفع الزوجة معه. يعني الزوجة إذا متعودة مثلاً تأكل زبدة تبع زيوت مهدرجة إيه نعم واللبن مصفى تبع ال 200 ليره الكيلو والزعتر اي نعم بتلاقي مو معروف شو اصله وكلته تخبيص التخبيص. اذا جبتها مثلا طعميه زبده لو برق اي نعم ودللها وتاكل كرواسان تاكل شو بها اخذها مثلا اي نعم جيب لها اواعي من تركيا جيب لها اواعي من لبنان بتلبس. اما اذا العكس ما بتزبط إذا الزوجة مدللة وأحواله المادية فوق الريح والزوج فقير هاي اللي ما بتزبط. طيب شو بيقول لك نحن إسلام يا أخي؟ يعني هلا شو الكفاءة بالإسلام؟ ما بيصير يعني شو مو كلنا عبيد الله؟ عبيد الله بس أما هي إلها مصروف أنت ما بتقدر عليه. طالب الشريعة كفؤ لبنت الملك. طالب الشريعة مين ما بيخطب من الناس لازم يعطوه كفؤ.
فبعد الدين ما في شيء. اي نعم، لانه صاحب الدين الزوجه بتبقى مبسوطه عنده، اول واحده ما يبصبص لبرا، وهذا اللي بيضيم الزوجه لما يكون زوجها بقى شو يبصبص لبرا وبيصافح النسوان وبيطحنف مع الحريم، هذا الشيء بيذبح المراه ذبح. بينما اذا كان مثلا يعني انسان صاحب دين ما راح يطلع عن النساء ولا بيحاكي نساء ونظره بالارض على طول، اي ناحيه الزوجه منيحه. بعدين صاحب الدين اذا حب زوجته بيكرمها، واذا بغضها ما بيظلمها. اي نعم، ما في بيقول لها اي نعم ابوكي على ابو اهلك، روحي اللي بيطلع بايدك بيطلع برجلك، الله من عينتي واهلك، ما عنده المصطلحات كلها. اي نعم، فصاحب الدين سبحان الله كفؤ لمين من كان. فتعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة، فيجوز أن تكون أدنى منه في الشروط المذكورة في المادة الآتية. والكفاءة حق الولي، لأن الأولياء يتضررون به. البنت إذا حبت شاب مثلا يعني ما بيهم شيء، بس مين اللي بيهتم؟ أبوها، أخواتها، عمومها، جدة، هذول اللي بيتضرروا فيها. اي نعم، فلذلك اي نعم بالنسبة يقولون اي نعم والله زلمه اخي اي نعم بدق عود اي نعم بملها ليلي وهو شيخ، ما بيمشي الحال. اي نعم، فلذلك يعني الانسان بده يكون في الكفاءه يكون ايش يعني متقاربه في الحرف كمان. يعني بيوم من الايام كان الحلاق كانت مهنته دنيئه، كان الحلاق اي نعم يقلع دراس، والحلاق كان يطهر اولاد، والحلاق كان يحط اي نعم قطرميزات فيها على اي نعم فل في جرح في كذا يحط له ايش دوده على الجرح تبعه، هيك كانت مصالحهم. إيه اليوم الحلاق بتلاقي هالنيونات شاعله وحاطط برا البشخير، تلاقي اي نعم وريحته من احلى ما يكون العطر والمهفف هيك، ومسرح شعراته ومظبطه مشان الشباب اذا شافوا التسريحه تبعه يفوتوا يعملوا تسريحه مثل حكايته، صارت مصالحه حلوه. اي نعم، فالتقارب الحرف مطلوب، وحق المراه باعتبارها عند ابتداء العقد فلا يضر زوالها بعده. يعني انسان تزوج اول ما تزوج كان حالته الماديه فوق الريح، والزواج عتبات، والنسوان حظوظ، والسيارات حظوظ. الحمد لله ما اشتريت سيارة وصلحت، اللي عندي سيارة اي نعم ما بصلح، تلاقي على طول طايرة، بس لحقها بنزين وزيت ايام بنساها من الزيت. اول سيارة اشتريتها سنة وثمان اشهر ما غيرت لها زيت، ما قالوا لي انه بتغير لها زيت، وطاير فيها. بتعرف اول سيارة واحد بيشتريها تلاقي اذا بدي اتغدى الا المرأة يلا اطلعي، قال لك اطلعي انت ولاد، وين على عين الخضراء على عين الفيجي عزة بداني لهون لهون كل يوم كل يوم، وطاير بالسيارة رايح جاي. بعت السيارة، قال لي اللي اشترى شيخ كل قديش كنت غير له زيت؟ قال زيت شو؟ قال زيت قلي، زيت شو؟ قال لي زيت محرك. قال وين بنحط زيت محرك؟ قال لي قديش صار له عندك؟ قلت له صار له شي سنة 8 اشهر، ما غيرنا لازم، ما حدا قال لي. ومرة سيارتي كمان أخذتها لعند الميكانيكي فحصنا الزيت ولا نقطة زيت فيها، ولا نقطة. دور روح لك كان عم بيزيد، قال لي لا 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 ما تمشي يعني. ولا جيت فيها، مشيت لعنده بيطلع شي 8 كيلو متر وصلت، قال لي لا أبدا، قال لي ما جيب تبع الزيت لهون بيعبيها لي. قال لي كنت ماشي فيها ولا بعرفها. في شيء اسمه بركة، في شيء اسمه بركة. إيه نعم، إيه نعم. في شيء اسمه عقل. فالنسوان حظوظ. فالواحد تلاقي بياخذ حرمه نعم يعني على اساس تلاقي بياخذها على اساس صاحب الدين ياخذها على اساس. يعني انا بعرف عيله بنتهم لحتى زوجوها لما يجي الخاطب الله يطعمك تفتحي تمك ولا كلمه، هي قاعده بتغر هي قاعده ساكته. يجي هالشاب مثلا السلام عليكم، قالي لها اذا بتفتحي تمك لنكسر اسنانك، ولا كلمة ذنوب. الزلمة يطير عقله فيها، ياخذها لا في رأس مال ولا بتفهم تحكي ولا اي نعم بتعتر على قامتها ولا من يحزنون، وتدبس فيها المسخم وعاف حاله. اي نعم، فلذلك يعني غشوا فيها.
غشوا فيها. وهي أفضل النساء بالدنيا كلياتها، أفضل النساء المرأة الجميلة الغبية. المرأة إذا فتحة وبتناقش وبتاخذ وبتعطي تطلع بروحنا. اي نعم. خليها هيك على البركة. اي نعم. ما تاخذ لا تعطي. اي نعم. أحسن شيء. تعرف تطبخ؟ يا سلام. وغسيلها نظيف؟ لا تجيب لها غسالة أوتوماتيك. اي نعم. جيب لها غسالة حوضين. اي نعم. وجلياتها مناح كاين نظيفة بالجليد، شو بدي منها أكثر من هيك أنا؟ فلذلك اي نعم الكفاءة تعتبر زوالها من الزوج. والله أنا تاجر كبير، زوجت واحدة من حظي المعتر، اي نعم أخذتها من هون، فعندي تجارة بعتها بالبحر غرقت السفينة، ما عاد معي شيء. طيب هلا صفت هي حالتها المادية أحسن مني؟ ما في خلص. لما تزوجنا كانت حالتي أحسن من حالتها. اي نعم. أما بعدين الكفاءة راحت ما في مشكلة. إذا الكفاءة راحت بعد الزواج ما في مشكلة. اي نعم. فالزوجة سبحان الله بتلاقي يعني إذا واحد بياخذ وحدة فقيرة يعني مو جوعانة، فقيرة. الجوعان ما بيشبع بحياته. أما الفقير أحيانا بتلاقي فقير شبعان. هلا بالجوامع مين اللي بيتبرعوا لما نقول على المنبر اخواننا بدنا اي نعم مشان بناء مسجد منطقه فقيره منطقه كذا مشان تتبرعوا، مين بيدفع اكثر شيء؟ المعترين والفقراء. اي نعم. كاي الاغنياء بده يدفع بيحسبها، تعب بده يحط هاي بحط ايديك بالجيبه، ما حدا طالب مني شيء. هذاك يا مسكين كاي المعتر الفقير بقيم معه غله نهار بحطها معه كذا. اي نعم. فالفقراء سبحان الله الفقير ما له علاقة بالجوع والشبع. الجوعان ما بيشبع بحياته. فإذا واحد إنسان أخذ وحدة مثلا فقيرة، إي نعم. يعني يوم تزوجت أنا يوم اشتريت براد، إي نعم بردة 11 قدم، ما نامت الليل، هي تقعد تلاقي فوق كذا، جبنا بيض مشان نحط هذول الطابات تبعاتهم. جبت غسالة، الله أكبر، قضيت عمري تعبت مسكينة غسيل على إيدها، غسالة؟ إي نعم، بالليل نص الليل قاعدة بتغسل. إي نعم. فسبحان الله يعني جيب جاتوية على البيت نقسمها بالنص هيك، تلاقي تحط الجاتوية تحط سكين، يا سلام. بده زين. تقسمها مضبوط. أعطيني نص جاتوية اللي قد قدها، كلبي عضك من خدها. شو بالدرويش حياته شو؟ درويش كاي مثل ما بيعيش كاي حياته ما في احلى منها. اما تعال ناخذ واحده اي نعم جوعانه، قد ما اعطيتها وقد ما اشتريت لها وقد ما كذا بتتمها بتلاقي ايش ما بيشبع شيء. بس ولا اذا اي نعم اذا كان الانسان زال الغنى تبعه بعد الزواج ما في مشكله. اذا زوجت الحره المكلفه نفسها بلا رضا وليها العاصب قبل العقد. إذا كانت اي نعم انا مالي رضيان، زوجت نفسها قاضي الشرع اليوم بزوجها. اي نعم زوجها قاضي الشرع. انا لي الحق بشيئين، الكفاءة ومهر المثل. وقف الزواج نعم بس بناحيتين، الكفاءة ومهر المثل. اخذت واحد كفاءته دوننا نحن، انا لي الحق بالاعتراض. اي نعم. أو مهر المثل بالنسبة لنا مثلا، النائب عنا بالعيلة مثلا فرضا، وما عاد في شيء يعني شيء اسمه عيلة. فلذلك هلا كل واحد تلاقي بيحكم على كيفه وكل واحد لحاله. بعدين مثلا تلاقي الزوج له مدخل. يعني مثلا هلا إذا كان إنسان مثلا إجا مهندس وطلب بنت بيراعوا فيها، إجا دكتور طلب إيد بنت، إي نعم، فبتلاقي ما معه مثل بعضها. إي نعم. يجي واحد اختيار هيك اي نعم طلب ايد بنت وبدهم 5 مليون متقدم 5 مليون متاخر. اي نعم. ليش؟ لانه اي نعم شو الحياه بدها تقضيها معه؟ اي نعم. كنت مستلم خطيب جمعه في بلد ففيها امام جامع، امام الجامع رجل كبير طاعن في السن يعني بالثمانينات عمره، وجاب اولاد. اي نعم. لك شلون بجيب اولاد؟ انا بجيب اولاد. إذا أي نعم طلع معه مرة بالخمس أشهر ست أشهر بجيب ولد فيه. يعني بيقول لك اختياره جاب أولاد، جاب أولاد لأنه أي نعم يعني على الصدفة أكل له أكلة أي نعم مقادم، أكل له شغلة زبطت معه يوم من الأيام جاب ولد. هالأولاد هدول مثل السعدين،
يروح يجي على الجامع معه حمار، ما بيحسن يمشي، يعني رجل كبير، فيجي على الجامع على حمار، يربط الحمار برا يفوت على الجامع، فأنا أكون موجود بالجامع يعود. إيه نعم، يجوا الناس يشتكوا على أولاده، إلا أولاده بعزبونا، ما منكم شو معي؟ ليش فيني أمسك ولد منهم أنا؟ بس يفوت على البيصر وعلى سطيح فوق، لم تجيبون يعني. فلذلك إيه نعم، الإنسان سبحان الله إذا كبر في السن صير ناده غالي قبل العقد، أو زوج الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء، زوج أخوه، زوج عمه، زوج خاله، أو زوجها الأب أو الجد وهو ماجن سيء الاختيار. أبوها إنسان فاسق معروف للحي كلياتون، إنسان ما في دين، سكرجي حشاش، زوج بنته لم يلح يزوجها، لأني مك حكايته يعني لح يعطيها لواحد صاحب دين؟ لا، ما دولي ما بيحبوا أصحابين الدين. هلا هذول ليش بيحبوني بالحي فوق كلياتهم هذول المعترين؟ أول واحدة ما بيستصغرون، ثاني واحدة نعم أي مشكلة عندهم أي شغلة بوقف معهم بسمع منهم، إي نعم، ففي عنده مشكلة عنده زواج بروح معه، إي نعم، يعني سبحان الله. طيب يا أخي يعني قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، شو كنا أحسن منهم يعني؟ ما كنا مثل حكايتهم. فأنا لما صرنا مشايخ ما عدنا نتعرف عليهم، صار جل سلم ما عاد رد عليه، بالعكس إيه نعم أحلى سلام سلم عليهم، رغم أنه في عندهم بالعيلة تبعهم في مشايخ بس ما بيتفقوا معهم، لأنه الشيخ بيعيرون، الشيخ بيحاكيهم بقسوة، الشيخ كذا هم بينفروا منه. إيه نعم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أحد الخلفاء فات عنده إيه نعم شيخ وشتمه، فشو قال الخليفة؟ فقال يا هذا، إن الله سبحانه وتعالى أرسل من هو خيرا منك إلى من هو شرا مني. الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا موسى عليه السلام لفرعون، ما قال له سبه، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فسيدنا موسى أحسن منا وأنا أحسن من فرعون، ومع ذلك سيدنا موسى ما سب فرعون، فأنت ليش جاي تسبني؟ فإذا فتنا لعند رجل مثلا بيشرب خمر ما بإمكانه يشرب، ذاك اليوم السيارة تبعي بدي أعبيها مي بالرديتير، فت لعند زلمة قال له كاسة مي من عندك، إيه شيخ على عيني عبالي كاسة مي والله، عبيت الرديتير بقى في لها أنبوبة هيك بتعبى نصها بس، أخذت نصها مي زاد نص كاسة، لحالي يعني حملت الكبون لأشربوا، حطيت كاسة على تمي ريحة عرق. كنا له يا رجل اتقي الله، بس بيني بينه يا رجل لك محلها يعني يفوت لعندك مين ما كان، ما عاد بالنسبة لنا أهل بيتي ما عاد لأماني إنه يفوتوا محلك يشتروا من عندك. إلى هون وصلت معك يعني كذا؟ قال لي شيخ عطر، أنا عطر، قلت له علي جاي تكذب؟ وقال لي جاي تكذب علي أنا؟ مرة كان في ولد بحارة جديدة قدموا الدكتور توفيق ابن الدكتور سعيد رمضان البوطي، ألقى كلمة عن التوبة والمعصية. بعد منه مو معقول يقدموني قبله انا، هذول مشايخنا. فبعد منه قدموني انا، قلت له هذا شو بيعرفه بالتوبه والمعصيه؟ هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابو الدكتور سعيد جده مولى رمضان، شو بيعرفه بالمعصيه؟ انا بقول لكم ولا ينبئك مثل خبير. حارتي بلشت الناس تضحك لانه بيعرفوني. احكي لنا اياها من الاول للاخير. شو هي؟ انه ولا مره مصورينها التوبه؟ سبحان الله جل جلاله الله. يعني اي على المنبر كنت جيبها بخطب الجمعه، فلذلك مره قالوا له انا عامله مسؤول كبير في ضيعه كنت اخطب فيها، قالوا له خبر انه شيخكم كان زمانه قطاع طريق، قالوا ايه والله هو بيجيب على المنبر، قالوا خطبه الجمعه بيحكي قالوا انه عم ينبهوه يعني. فيعني كنا سبحان الله يعني تعتير بتعتير حياتنا، نحن اخوة ولاد عم البيت شي 13 واحد، أنا كنت الآدمي فيهم اللي ضايع حقي. إي نعم. فا إي نعم كنا مأزيين وكنا إي نعم وكذا وسهر وليالي وطاس وكاس وأدوا كالمياس وما حدا أدنا. يوم من الأيام جيت نام شفت حالي بالرؤيا وساقوا إلى جهنم بالجنازير. جنازير بإيدي ورقبتي وبخصري ورجلي. كنت عم ابكي قل له يا ربي دخيلك يا ربي طالعني من هون
يا رب إذا طلعت مع العيبة، يا رب إذا بتطالعني نعم ورجعت مثل ما عشت مثل ما أنا، ما بحل يوم القيامة إلاك ربي أرجعون. يا ربي جربني، يا ربي دخيلة. وكل ما مشينا كل ما الأرض تزداد حرارة، وهالجنزير أنا مربوطة عليها، جنزير مربوطة بجنزير هالقد هيك، والجنزير عم تسحب قوة من قدام ما مبينة معنا شو هي، على مهله ماشي الجنزير، وفي ألافات الجنازير والناس حواليها بمئات الألوف، كلياتنا بالصلت وكلياتنا عم نبكي. الناس اللي كانوا معي بأثناء بعرفهم، أما بعدين نسيتهم منه هذول، عم أبكي بيناتهم. فقت لقيت حالي بالفرشة، بلشت نطوت بيع الفرشة من الفرح إنه الله سبحانه وتعالى، بس ارتعبت رعبة مو سهلة، خفت خوف شديد خلع قلبي مباشرة. إيه نعم، في عندي يا لطيف خمر كتيتهم بالتواليت، ما عاد راحت ريحة الخمر بجمعة. قلت لك شو ليش هيك أنا اشتغلت؟ رحت على جامع الحنابلة، فت على الجامع بصلاة العصر، ما عاد حدا فات على الجامع. قال أخي شو بدك؟ أنا جاي صلي. قال أنت كنتوا تصلوا أنتوا؟ أخي شو أنتوا أقرب من الله؟ قال أخي إذا جاي تسرق صباط، هي تشتوش بيع أحزية، روح خذ صباط من عنده، نحن نفحقه، بس حل عنا روحنا نصلي. كان عمي والله جاي صلي. قال وقفت والله صلي، اجوا شباب هيك اقوياء، واحد عن يمني واحد عن يسار، خافوا نعمل شي شغله. والله وقفت بالصلاه ما بعرف صلي، طلعت هيك على طلعت، واحد عمل ايدي هيك، واحد عمل ايدي هيك، واحد ايش لتحت صورته، واحد فرشة ليش هيك؟ وين بيحط ايدي انا؟ واحد فرشق رجليه، واحد رجليه، والله على رجليه. بدأنا بالصلاة، واحد هنا عم بالتشهد يعمل هيك اصبعته، طلعت على الثاني رفع اصواته ما عاد نزل، طلعت على هذا رفعها نزل، قلت علي ابوس فيهم هلا، طيب ما يتفوا على صيغة صلاة، ليش هيك الواحد شو قال؟ اي نعم، صلي وبدأت بالصلاة، بس اما ما في علم رح اخلص الدنيا. زلمة سب الدين شرفته كيلو اواء لو اني جاي فيه لعطف. اي نعم، تلاقي اي شغله عيط على الناس، اي شغله كذا وهي. فمره كمان كنت عم حدث، سالني عنه الشيخ حسان الهندي من شي شهرين، كنت عم حدث نعم، حاطط السكرتيه وقاعد عم ايش عم اشرح له قول الله سبحانه وتعالى ورفعنا فوقهم الطور، فعمل له الله سبحانه وتعالى رفع الطور فوق بني اسرائيل، قال له يا اخواتين هيك وهيك، واحد من قاعدين قال لي الله سبحانه وتعالى بيسب والله يثبت الرؤى، شو بيعرفني؟ طولا لازم نسأل الشيخ. ما نحن على وعائلنا الواقف، إن شو بيعرفنا أحسن من هيك؟ فقالوا لي إيه نعم، في واحد كان يشتغل أنا وياه سوا بالفرن، فسبحان الله أخطأ بحقي، ضربته بالمنشار روحت له رجله. بعدين تذكرت إنه الشيخ أحمد قتادي أبو حامد قال كل واحد اجتمعنا فيه بالدنيا في موقف نحن وياه يوم القيامة. فقلت معناته بده يشتكي عليه لله سبحانه وتعالى. جيت والله قلنا له اخي بدك تسامحني، قال لي ما بسامحك. رحت جبت له هي نعم سودة نيه وبصلي خضراء وشويه اي نعم هيك شغلات عليها بهارات، قال له سامحني، قال ما بسامحك. معي كليوباترا سيكار كليوباترا كوبي، قلنا له سامحني، قال ما بسامحك. ومن هون لهون قال ما بسامحك، غير بدي الامر. رحت فرت وعي طلعت مسكباس الاجل، حالي مات وضرب جايب اجلك، وبده يشتكي ويشتكي، خليه يشتكي بشغله تكون محرزه. ركضت وراه هرب كمشوني طلاب سيدنا الشيخ صالح، اخذينا عند الشيخ. قال يا ولدي ما افلح من افلح الا بصحبه من افلح. شوف قال الله امشي معهم. بلشت المشي نعم مع المشايخ وبلشت ادرس. كنت اطمع ان يكون مؤذن بس، وقف قول الله اكبر. صرت مؤذن، صرت امام، صرت خطيب جمعه، صرت مدرس، الفت كتب شرعيه. أحد كتبي لهذا الكتاب شرحت عليه درسوه في الأزهر. إي نعم. فالله سبحانه وتعالى أكرمني إكرام ما بعده إكرام. بس شو بدها بقى؟ بدها تمسك. أولاد آدم ما بيتركونا بحالنا. أستاذ بعد إذنك معناتها بدك تكرمنا اليوم بدها على شيء ما في مجال. ما بقدم الله يكرمك. خليلي ياكل. فسبحان الله إي نعم. ربي يكرمك يا أبي يحيى. الله يعطرك يا أخي، الله يجبرك، الله يكرمك. فسبحان الله إيه نعم، يعني لما مشينا بهالطريق هذا يعني ما كنت أطمع بشيء أبدا أبدا. صرت قوم الليل بالجوامع،
صاروا يجوا المشايخ يصلوا عندي قيام ليل. صرت اعتكف العشر الاخير من رمضان بالمساجد. اي نعم، ادخل بعشرين رمضان قبل المغرب واطلع بصلاه، اي نعم، صلاه العيد، صلي العيد واطلع. اي نعم. والله سبحانه وتعالى اكرمني، ورب العالمين اساله جل جلاله انه يسبدني ويسبدكم. لهلا بمرق بسوق الجمعه شو يقولوا الناس لبعضهم؟ تعال 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 شوف الشيخ هذا، شايف الشيخ؟ اي هلا بس يروح بحكي لك عنه. لهلا بسمعهم. احيانا لاولادي بيقولوا بتعرف ابوك انت؟ ما بتعرف ابوك. ابوك كان بزمان قطاع طريق. الاولاد ما بيعرفوني الا الشيخ. بيسمعوا من اي نعم يعني انه هيك كان ابوهم كذا. بس يعني ما بيزعلوا. فسبحان الله اي نعم يعني هالطريق هذا بده صدق. والبطل اللي بيمسك الحيه هو حيه. هي طيبه مو هي ميته. فاسال الله سبحانه وتعالى انه يثبتني ويثبتكم. يكرمني يكرمكم وفي هذا القدر كفاية. والحمد لله رب العالمين. رب العالمين.